يعني كنا نعلم ان الدوله دي خطه طموحه في عمليه تطوير التعليم. هذه العمليه حاولت تاخد في اكثر من مسار: المناهج، طبيعه استخدام المواد التكنولوجيه، الانترنت والتابلت، بعض التغييرات كمان في السنين وفي نظام الثانويه العامه. لكن احنا مع الوقت بدانا نشوف انه في يعني هذه الافكار لما تقابل الواقع بيحصل لها بعض التعقيدات احيانا. ايه اللي تعتقد حضرتك ان وزاره التربيه والتعليم مقبله عليه لمعالجه بعض المشكلات اللي كانت على الارض في الفتره الماضيه، واللي الناس هتشوفه بقى السنه دي في العمليه التعليميه؟ ابرز اللي يشوفوه السنه دي يا استاذ حسام هو اصرار وزاره التربيه والتعليم ووزير التربيه والتعليم ان عودت الطالب والمدرسه والمدرس مره اخرى الى المدرسه بعد ان هجرها الطرفان من اجل الدروس الخصوصيه. ازاي بقى؟ انت حضرتك دلوقتي كنا بنعمل برامج وخطط وكذا وكذا وكذا، ونيجي على ارض الواقع زي ما حضرتك شفت ان ما فيش طلبه موجودين في المدرسه وما فيش مدرسين موجودين في المدرسه. وقت ما كنت انا في الثانويه العامه في سنه 70 كان بنكتب استمارات الثانويه العامه في شهر مارس، وبعد ما نكتب الاستمارات ممكن نتغيب عشان ما يبقاش عمليه عنصر الغياب وسيله لحرماننا من كتابه استمارات الثانويه العامه. فكنا دائما نقول لا مدارس بعد مارس. دلوقتي تعالى حضرتك بقى شوف بقى المدارس على ايامنا كمان اخر شهر ما كناش بنشوف. شوف حضرتك المدارس دلوقتي بعد اسبوع اسبوعين ممكن تلاقي طالب في مدرسه ولا مدرس، وده من اخطر ما يمكن في العملية التعليمية. دكتور رضا حجازي تالي كان له قرار من كام يوم انه هيبقى فيه غرامات على الغياب، بس هل هي غرامات كبيرة؟ لا، مش قضية غرامات قد ما هي غرامات. انا دلوقتي ازاي ارجع الطالب والمدرس الى المدرسة لكي تقوم المدرسة بدورها الاهم من التعليم وهو التربية. لان دورها هي التربية والتثقيف وبناء الشخصية والتوجيه ثم التعليم. الوزارة نفسها وزارة التربية والتعليم. إنما في الدروس الخصوصية ممكن ده عشان نشوف كده اليوم الرياضي ده أو اليوم المفتوح. الدروس الخصوصية بتعلمني أو المدرس المحترف بقى بيعلمني كيف أجيب على المعلومة في شكل كبسولة، وبخش الدرس من الساعة كذا للساعة كذا وخلاص، وهلوش علاقة بي خالص. إنما بناء شخصية التلميذ انعدمت تماما بدءا من السنة دي. الجزء الأكبر من الجهود التي ستبذل في الوزارة على مستوى الجمهورية كلها هي عودة الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى. طب ده جهد معنوي ولا جهد مترجم إلى خطوات محددة؟ مترجم إلى خطوات وبقرارات. أولى القرارات، الطالب دلوقتي إما هيرجع للمدرسة أنا عايز أرجعه وهو راغب في عودته للمدرسة وليس مرغم الترهيب وليس بعقاب كذا وكذا وكذا. طب هيرجع إزاي؟ لابد يكون فيه مجال للاهتمام بطبيعة المقررات اللي هتعرض ليه بشكل جذاب أكتر من اللي كانت في الدروس الخصوصية. تتعمل إزاي حضرتك؟ كل ما كان يعرض على المنصات التعليمية والقنوات التعليمية في وزارة التربية اللي تابعة لوزارة التربية والتعليم هتتعامل على فلاشة زائد أشهر المدرسين بيشرحوا المواد اللي بيعرضوها بشكل جيد جدا، ونبدأ نجمع الطلبة خاصة في المرحلة الثانوية. مثلا في سنة ثالثة ثانوي علم علوم أروح جامع ثلاث فصول مع بعض وعلى سبورة ذكية وأعرض لهم مثلا موضوع الأحياء عن الجهاز الهضمي عن كذا عن كذا بالأفلام والمواد الأخرى. هنا ما جمع فصلين أو ثلاثة، ودي بالمناسبة احنا ناقشناها في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الأسبوع اللي فات، وكان لي شرف عضوية هذا المجلس في حضور الوزير. اما يجي دلوقتي كان في بنك المعرفة وكان في ده كان ايام الدكتور طارق شوقي وما زال وكان في محتوى الديسكفري الوزارة سواء وزارة التربية والتعليم الأستاذ حسام او التعليم العالي هم جايين يكملوا على ما سبق. ما الهد تاني وكلامنا ما عادش في مجال للتجارب وان احنا نخش في مجال تجارب، انما هي اصلاح بعض المشكلات اللي حضرتك اشرت اليها لما اثناء التطبيق حصل بعض العثرات. ايه هي وازاي نصلحها؟
ثم نطور بقى، وده اللي هتمشي عليه الوزارتين الاثنين يعني. نكمل بقى الجزء بتاع الثانوية بتاع المدارس، لما اجي هنا اجمع الطلاب واعرض لهم المواد الفيلمية وخلافه، والمدرس موجود ويعمل ستوب على العرض كل ربع ساعة لو الطالب عايز يستفهم عن حاجة يسأله. هوفر حصة كل يوم، اما اوفر حصة كل يوم هتوفر لي يوم كامل فاضي اخلي الطلبة تمارس فيه اليوم الرياضي بقى. يوم رياضي الاسبوع الاول، رياضي فني ثقافي. طيب اذا توفر مكان عندي فناء في المدرسة هنمارس الأنشطة الرياضية. مدارس كثيرة ما قعدش فيها فناء يسمح بممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة. تم الاتفاق بقى بين وزارة التربية، وده مهم جدا يا أستاذة هبة في صميم العملية التعليمية الأنشطة، وإن أنا أحبب الطالب للمدرسة والطاقة يطلعها واللي هو عايز يعمله بره ما يعمله في المدرسة.